وبعدين بقول لك يعني ان احنا راح بيجين اول واحد يعني يقول مطرب في 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 البحرين يعني وكذا, وراح بيجين كنا غريب عليهم راح بيجين يعني ان لا ما ادري كيف يعني كانت تعقيدات. وكان شيخنا الله يرحمه سعيد بن سلطان الرحبي ما عجب الوضع هذا وشيو علي وقال هذا الرحبي يسجل اغاني. يعني هذه من الصعوبات اللي انت واجهتها. واجهتها من الصعوبات. ومعنى وشيو الشيخ الله يرحمه وقالوا الرحبي يسجل وكذا وما ادري ايش, وهذا كان عيب كان ما ادري ايش, يظنوا في عيب هذا. فهمت كيف؟ بعدين المعنى حقيقه جيت انا من من السفر, من السفر وسجلت قصيده خاصه للشيخ. لما سمعته فلما جيت الى مطرح قالوا لا لا تروح للشيخ, روح بلادك قبل, جاي انت مشتاق وكذا. والشيخ هنا قلت انا عيب على سالم يروح عن شيخه, انا اروح اسلم عليه الشيخ ما دام انه موجود في مطرح. جيت وسلمت وخليت القصيده في المسجل ودواوير منه ومنه, خليت مسجلي في يدي وبشت في كتفي ورحت صوب الشيخ, سلمت عليهم لقيتهم الرحبيين كلهم جمله هناك. سلمت عليهم وخبرتهم وناشدونا على العلوم. قلت للشيخ أنا عندي كلام, وهل لا الرحبيين نقول له كلامهم نقول له ما يخف ونزايعهم نقول له, وأنا عندي كلام وقت سمعه. قال لي مخبر عنك كلامك. قلت للشيخ أنت خبروك عن كلامي لكن ما سمعته, لكن ما سمعته وبتسمع اليوم. أقول له أنا أو تقل مسجل قدامه, شو تغل مسجل وسمع الأغنية, سمع القصيدة, القصيدة قصيدة اللي ما تحن فيها, اللي ما تحن فيها, وها ها 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 عليه خلصت. إنزين قصيدة, قصيدة على أصول. سمعت كيف؟ والنعم. لما قلت لنا غرام وأشواق في قلبي ولوعة, يعني آخر القصيدة غرام وأشواق في قلبي ولوعة, ومن قبلنا العشاق ثلثين في القبر, لو مثلا أنت قتلتني ولا ذاك أنا حد ميت في العشق من قبلي أنا. ملا ما أول واحد, ما أول واحد. أنا غرام وأشواق في قلبي ولوعة, ومن قبلنا العشاق ثلثين في القبر, وهذا صلى الله ما لها بارق وما غرد طير على الغصن بالشجري, صلاة وتسليم بما قال سالم سعيد أبا تلك المكارم والفخري. أقول له اللهم صل وسلم عليه. قال هو تقول الرحبيين, قلت لي شوي الشيخ أنا سألك عنهم شيء, الرحبيين شيء طالبوني أطايوني نول؟ قالوا لا. قلنا عجب العتب حالك أنت, وهذه قصيدة. المهم إن من الصعوبات كانوا يعني أصدقائك وجماعتك ما كانوا متعجبين, ما كانوا متعجبين, وبعدين تعجبوا, بعدين قالوا هيه هذا خلاص هذا انتشر الطرب يعني والفن على الرحبي وعلى على كل حد. بناخذ فاصل ونرجع.